بسم الله الرحمن الرحيم. انا رئيس الجمعيه تضامن التجار ومستخدمي الخضر والفواكه بالجمله. كنشكركم كجمعيات لحقوق الانسان على هذه التغطيه ديالكم الاعلاميه. وكما كتلاحظوا حنا في واحد الوقفه احتجاجيه لمده 4 ايام، نظرا لعدم تفعيل الاتفاقيه المبرمه بباشويه القصر الكبير. وهذه الاتفاقيه هي فيها مطالب حقوقيه واساسيه، هي كالبنيه التحتيه مثلا ما كيناش، الوضع الحر ديال المرافق الصحيه ما كيناش، المستخدمين ما عندهمش الحقوق ديالهم هنايا، لا تواجد الامن، وهذه مطالب مشروعه. وكنتمناو من المسؤولين يلبيوا هذه المطالب اللي اتفقوا معنا عليها، وخصوصا الجماعه الحضاريه هي اللي ما متزمش معنا بهذه الاتفاقيه. وكنطلب باش يحقوا لنا هذه المطالب، باش ما نديروش واحد الوقفه احتجاجيه اللي غتكون مضوبله على هذه الوقفه. هذه الوقفه في 4 ايام، الوقفه الجايه عاد ان شاء الله 8 ايام، وكنتمنى ما تكونش هذه الوقفه ويربيونا هذه المطالب. وشكرا. اجي واخا تدخلنا المطالب نقطه بنقطه. المطالب ديالكم كتجار ديال سوق السمله. المطالب المطالب هي اصلاح البنيه التحتيه، تواجد الامن، تسويه الوضعيه لجميع المستخدمين قانونيه، المستودعات السريه، محاربه المستودعات السريه، لان يعني كاين شي بعض التجار كاينين خزاين في السوق من تحت وكيدخلوا السلعه بدون ما يمروا على السوق، وهاد التجار هادو مساكن كيعانيو وكيهرسوهم، لان هادو كيادوا الواجبات والاخرين ما كيادوش الواجبات، وهذا عار، لان ما يمكنش كيديو واحد المبالغ كثيره مع هاد المستخدمين وما يحاربوا لهم شي المستخدمين اللي كيهرسوهم من تحت. درتوا شي مراسلات للمسؤولين في الموضوع؟ درنا مراسله ودرنا الاجتماع الاول كان في واحد دوجان بير مع السيد الباشا والمجلس البلدي، كان في واحد دوجان بير 2010، والاجتماع الثاني كان في نهار 14 شهر 10 ديال 2011، وما تمشي تلبيه هذه المطالب. هذاك الشيء درنا حنا الوقفه الاحتجاجيه. تحيه.